السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الجديد، وتعملوا لايك كتير كتير للفيديو. حبايب قلبي وحشتوني والله. وطبعا حبايب قلبي، فيديو النهاردة بقى مش متعودين ان احنا نطلع لكم يعني، ويعني وماما يعني راحة المستشفى وكده، بس اضطريت ان انا يعني اطلع لكم يعني، وماما تعبانه. وطبعا يا حبيب قلبي ماما تعبانه، عندها يعني رحنا للدكتور وكده، قام بيقول انت سكتين عليها ليه من زمان وكده، انت سكتين عليها من زمان، ده عندها حصى على الكلى، ويعني وممكن يعني ان هي ايه ان هي نعمل عملية. فشافها يعني وعملنا اشعاعات وكده، وبعد ما عملنا اشعاعات قال ديت هديلكوا علاج ليها، لو الحصى اللي على الكلى ما نزلتش يبقى يعني لازم لها عملية. وطبعا ما مش حمل عمليات، وربنا يشفيها يا رب. ادعوا لها والنبي حبيب قلبي، لانها والله ما مستحمل اي حاجة. وادعوا لها بأي حبيب قلبي. طبعا بتقول لكم يعني زيكم، وبتقول لكم انتوا شايفين يعني وش ماما عامل ازاي. يا ربنا يشفيك يا ماما يا رب، ويطول في عمرك. ورحنا بقى للدكتور، يعني ما كناش ننفع نصار للدكتور جوه، وانا طبعا كشفت برضو، ويعني قال لي يعني عندي يعني عايزه عمليه وكده على على اللوز يعني، و اللوز اللي هو انف واذن وحنجر. طبعا بقى يا حبايب قلبي يلا بينا. ودلوقتي بابا مش اهو، هو الساعة دلوقتي انا هوريكم الساعة، الساعة يعني 5:05، وشوفوا استنوا 5:42. شوفوا حبايب قلبي، ماما صحتني من بدري تقول لي مانيش قادرة تعبانة. قلت لها طب يلا يا ماما، انا اهو طبعا حبيت يعني ان انا اطلع لكم. وطبعا التوك توك جيجا كده، انا راح اركب التوك توك. ماما والله ما كانتش قادرة حتى تطلع التوك توك، ما كانتش قادرة. يا ربنا يشفيها يا رب، ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب اجمعين. ربنا يشفيها يا رب، ولكم بالمثل. طبعا يا دلوقتي نزلنا من التوك توك، ركبنا عربية اهي، دي مستشفى تكنس العام، مستشفى الكنيسة العام. ما كانش ينفع يعني نصور الدكتور وكده لانه ممنوع. ودخلنا جوه اهو المستشفى يعني لكل حاجة، وكان يعني ربنا يشفي مرضى المسلمين اللي كانوا في المستشفى، صعب عليا والله جامد. دلوقتي واحنا طريقنا للدكتور قعدنا قعدة يعني حلوة كده، بسم الله قعدنا حلوة يعني تمام كده. اهو احنا ماشيين، راح نقعد شوية قبل ما الدكتور يجي، كانت الساعة لسه 6. وطبعا يا حبيب قلبي احنا كنا قاعدين جنب المستشفى وكده، احنا قاعدين في المستشفى نفسها، ودول يعني فين علاج وحاجات من دي، وصيدليات هناك وعلاج وحاجات من دي، يعني وبابا هو اللي جايبنا يقول يعني ده يعني المستشفى اللي كنت واخد فيها لقاح كورونا. وطبعا بابا وماما هم طبعا ماشيين، بابا رايح ودى المستشفى. ربنا يشفيهم يا رب. تطعيم لقاح كورونا.
اسم علاج الطبيعة، تطعيم لقاح كورونا، ده تطعيم لقاح كورونا، ندخل بقى من هنا وده القسم يعني، ده اللي فيه الأنف وأذن وحنجرة يعني، ده اللي فيه أنف وأذن وحنجرة يعني، يعني الدكتور اهو. يا رب ما تشوف اي حاجة وحشة فيكم ابدا، ويشفيكم كده ربنا يا رب. وطبعا كده وماما بقى احنا روحنا، ربنا يخليكم لينا يا رب، والنبي ادعو لماما بس هي محتاجة الدعوة، اذا ما كانت بتدعو لكم ادعو لها بقى. يلا سيبكم في رعاية الله وحفظه، مع الف الف من سلام، باي.